السلام عليكم حبوباتي، تحياتي للجميع. اقتراح اليوم ان شاء الله يكون خبز ديال العيد وخبزات صغار بالزنجلان والنافع، تيجيو من السمين، رائحتهم رائعه وكذلك رطبين والمذاق ديالهم لذيذ جدا. غادي نحتاجو في المقادير على بركه الله 250 غرام من الدقيق الاحرش او الفينو، 250 غرام من الدقيق الابيض او الفورس، 30 غرام من الزبده حراره المطبخ، ملعقه كبيره من النافع، صفار بيضة، ملعقتان كبيرتان من الزنجلان أو بودور السمسم، رشة ملح، 15 غرام من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر. الخبز المنسم أو الخبز بالزرارة تيجي المذاق ديالو رائع. اعتدنا ان تنحضروه في ايام الاعياد، يمكن لينا نرافقوا به طويجنات او الشوا او مختلف اطباقنا التقليديه، وكذلك يمكننا نقدموه في الكوتي او في الفطور، يعني متعدد الاستعمال وتيجي رائع كما تشوفوا معايا. طريقه جد بسيطه والمكونات ابسط. في ان بوكال ديال الزاج غادي نوضعوا الخميره، نضيف لها ملعقة كبيرة من السكر، والقليل من الماء، ونتركها تتفاعل تقريبا 10 أو 15 دقيقة تصبح جاهزة للاستعمال. بول ديال البيترا ولا يمكن السيدة تعجن غير في القطعة العادية. غادي نوضع الدقيق الأبيض ثم الأصفر، نضيف صفار بيضة، نضيف الزبدة ثم المنسمات من بودر السمسم والنافع، نضيف الملح. دائما يكون الملح بعيد عن الخميرة، لأن كيف ما تنعرفوا السكر كينعش الخميرة والملح تتقتل الخميرة، فبالتالي نعملوها بعيدة عليها أثناء العجن، وتنعملوا البول في العجانة تتعجن على خاطرها حتى ما كتبقاش تلصق في الباغوا ديال البول، ومن بعد تنقسموها وتنشكلوها على حسب رغبه كل سيده. بالنسبه لي اختاريت نعملها في هذا المولد السيليكون غير باش يجيوني القياسات متساويه. يمكن السيده تعملها خبزه كامله او بحجم عائلي، خبزه فرديه، يمكن لها كذلك تعمل بها خبيزات صغيرين، هذوك اللي تيكونوا بومبي ديال بحال ديال شكل خبيزات لي تريتور. طريقة التشكيل تتوقع على حسب رغبة كل سيدة. كملاحظة بالنسبة لي عملت نصف المقادير، فبالتالي السيدة إلا عملت كمية المقادير اللي قدمت لها في الأول غادي تعطيها كمية أوفر من العجينة، وبالتالي عدد أكبر من الخبيزات. من بعد ما تتختمر تندهنوا ليها الوجه ديالها بصفار بيضاء، وتندخلوها الفرن نكونوا مسخنينه ديجا.
من بعد ما تنخرجوه من الفرن تيجيو بهذا الشكل، تيجيو غزال والرائحه تتملى المكان وتيرجعوا لي سوفينير ديال لونفونس. كنتمنى تجربوهم، غادي نحاول نفتح واحده قدامكم. تيجي المذاق ديالهم لذيذ وتيجيو رطبين. ما تنساوش لايكي ولا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. ومرحبا اسئلتكم بتعليقاتكم باستفساراتكم وضعوا لي اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوبكم عليها. ومره اخرى عواشركم مبروكه.